هي كانت أجواء أول حفلة لطاهرة بمصر لطلاب الجامعة الألمانية اللي كانوا متحمسين كتير. حفل الجامعة الألمانية كان أول حفلات طاهرة بالقاهرة. أنا مغربية وأتشرف أن أنا مغربية والمغرب في دمي وعلى راسي من فوق. مصر أم الدنيا وما ننكرش أنه مصر شركة الإنتاج اللي ظهرتني للسوق المصرية. أول حاجة عشان أنا شابة في سنهم في طريقة تفكيرهم في شخصيتهم في يمكن ألبومي كمان بيوصل لهم مسجات معينة كأي فنانة تانية في سني. معظم أغاني ألبومها المصري غنتهم وأيضا غنت بلانك خاوي المغربية. إطلالة طاهرة كانت مختلفة. مها بركة المصممة المصرية مها بركة ده التصميم بتاعها واللون بتاعها وهي اللي اختارت لي طبعا شكل الميك اب بيكون ازاي والالوان والشعر بيبقى عامل ازاي. انا دايما لوكاتي حلوة. وعن شائعة علاقتها برجل الاعمال احمد ابو هشيمة. صداقة اخوية ومعرفة بيني وبينه وبين استاذ مصطفى سرور وبين ناس كتير او اصحابنا وناس ممثلين او واتيفر يعني في صداقة معينة بتجمعنا مع بعض بس مفيش طبعا كده خالص. وقدمت اغنيتها الجديدة على الماشي لاول مرة مع باند فان. مبسوطة ان انا بغني مصري وغنيت مغربي والناس اللي بتحب طهرة تسمعني بكل لهجات. حب الناس ما بيتعوضش وما بيتشراش باي مبلغ. وعن تجربة التمثيل. التمثيل بيتعرض طبعا كتير وناس كتير ومخرجين كتير عايزين ان انا امثل بس انا مش جاهزة دلوقتي للموضوع ده نهائي. انا دلوقتي عايزة اركز على حاجة معينة ان هي اغني اثبت نفسي كمغنية وارضي شوية من غروري واوصل شوية لحتة صغيرة من طموحي بعد كده ان شاء الله هبقى امثل.